الديمقراطية كفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الحكم إلا لله، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخاسرون، ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولسنا في حاجة الديمقراطية، دين الإسلام نعم سوى بين المسلمين وآخى بين المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا لحسن امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله المستعان، فلسنا محتاجين إلى الديمقراطية، بل تعتبر معناها معنى الديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه، فمعناه لا كتاب ولا سنة، ولكن معناها ماذا؟ والله عز وجل قد ضمن الكتاب والسنة من ماذا؟ الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا كتاب الله. فكتاب الله فيه العصمة، ويقول سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم بعد ذلك الديمقراطية بالتصويتات، ففي بعض بلاد الكفر قد صوتوا على أنه يجوز للرجل أن يتزوج بالرجل. الديمقراطية نسخ، والديمقراطية يعني تجعل الفاسق والصالح سواء. والله يقول: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.